فالزلزال حقيقة مدمر، ولم نتوقع بهذه الشدة، إلا أنه نحن من زمان بنحكي أنه في زلزال قوي سيضرب المنطقة. لذلك أنا ما تفاجأت بهذا الزلزال الكبير اللي حدث، كان مركزه قرب غازي عنتاب في تركيا. نعم، يمكن السؤال البديهي حتى يكون الحوار معك منهجي وأنت يعني سيد المنهجية في العلم، السؤال الأول سيكون: ما الذي جرى دكتور عادل؟ ما الذي جرى في تركيا؟ ما جرى هو حدوث زلزال تكتوني 100% تكتوني، وليس شيء آخر، أو أنه تطلع إشاعات بتقول أنه في أمور أخرى حرضت أو أدت إلى هذا الزلزال، فهذا ليس بصحيح، وإنما زلزال تكتوني. الأرض أو القشرة الأرضية مكونة من صفائح بلاطات تتحرك باتجاه بعضها البعض. فبالنسبة لزلزال تركيا، هنالك الفارق العربي الأفريقي وهنالك الفارق الأناضولي، نعم، فحدث تصادم مع الفارقين وأدى إلى تحرير الطاقة المتراكمة في جوف الأرض. ونتيجة هذه الحركات التكتونية تم تحرير الطاقة، وبالتالي بنقول رحنا أنه معظم الطاقة اللي كانت متواجدة ضمن الزلازل في باطن الأرض قد تحررت من هذا الزلزال الكبير، وهو الذي ضرب بقوة 7.8 ريختر في منطقة غازي عنتاب، ووصل لعنا تقريبا ب7.5 أو أكثر بشوي. لذلك كان هذا الزلزال كبير جدا وفوق التوقعات بهالقيمة هيدي. وأنا بقول إنه هالزلزال هيدا كان من أشد وأقوى الزلازل التي حدثت منذ التاريخ القديم وحتى تاريخنا المعاصر، ومهما كانت في زلازل مسجلة فهي أخف من هذا الزلزال الكبير الذي تأثرت به المنطقة. سوريا في بعض المدن، وخاصة اللاذقية وحلب وحما وأدلب.